مريقة واه هي كل شيء اترف واه طريف شبعان مرقة واه شوف 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 كشيرة احسن طيحان في مراكش واه تنصافروا على هذا الطيحان باش نجيو ليه بيطة بعد قليل ستصبح بلدية مع كرطة هذه ما طاحش على ألفريد هيتشكوك ما كنت صورها بالزعتر ها هو الفيكا والبيجيان واه 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 الا بتذوق الطحان اصلا تلعب ضد ديال التمساح واش يلا تذوق الطحان على حقو طريقه ما ذاق ديال الطنجيه هو اللي تاكل فيها الطويحنات هادو اه كاع انا سالت ومعشق افتخر انني مراكشي واه هذا الشهيوات هذا الشباب طب على هذا الشهيوات واه والله العظيم تزيدي زيدنا فخرا بانني مراكشي ومغربي واه مريقه واه هي كل شيء شوف شوف شرع الفخر ماشي على الكاز هنا فين كاين البيت القصير فخر فخر وري وري الجمهور المحب اه ولا شي تربخ شوف 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 والله العظيم لا طيب طيب بالمعنى بالمهل بالمهل العشرة والشرويطة العشرة والشرويطة حتى اعتذروا شوف القواد شوف القواد كيف دايرين تبارك الله القواد معشقين شوف الله سبحانه وتعالى عطانا واحد النعمة قليل اللي عرف حقها دابا هذا الأكل راه نعمة سواء كان غالي ولا رخيص رخيص المهم هو تستمتع بالأكلة اللي تتاكل أنت تماما وهذه كل الأكلة هذه راه ممتعة وهذه راه علاج هاد الاكله راه علاج لعبه وفراجه واه واتي بالزعتر بالزعتر ها هو الفيكان والباديان واه 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 الزعتر والباديان تبارك الله تحية للحاج هو الحاج راه هو البركه ساعه سعيده الله يختيكم الله يختيك واش تسير الحاج كاين كل مغربي اللي عندي يجي ياكل كلشي مرحبا به واللي عنده مرحبا به واللي عنده مرحبا به كلشي مرحبا به بابكم عندنا الله يختيك بارك الله فيك الاحرار بارك الله فيك الله يختيك واش تسير الحاج شوف عندي شوف عندي هذه اللقطه الثانيه هذه اللقطه اللي كيجي راه تشكوكيه هذه لعبه هي تشكوكيه البيض وسط امريكا هذه ما طاحش على الفريد هيتشكوك ما كنتش صورها لا لا هاد اللقطة اللي لعبها في راجا روا بطلع روا روا كيبطلع بطل بطل هادي راه حصريا على اكلات الميطر لا لا هادشي شوف والله ما يشوفو الانسان الا على اكلات الميطر ديما طلع كيف واه شوف 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 بارك الله كشير واش من كشير من المشهور قلت لك العلاج ضنضا نسيس الى الى العمده يبغي يتداوى ويجي للفيدونج يجي للفيدونج للمعده اذا تحدى اي واحد يجي لهنا لعند السي محمد وباسطوف يشم هذه الريحه كياكل هذه الماكله بالله ورد علينا في الكومنتيرات ماشي مشكله سواء خايب سواء زين سواء عندك ولا ما عندك دير غرض انا قلت الله اكبر دابس البيضه ها هي الدواء البيضه راه طيبه وسط ليدام ديال الطيحان ها ما بقاتش روميه ولات بلديه قال واحد التفاعل كيميائي هنا ولات بلديه تجي لي كاين عمرو شاف البيضه روميه كتولدي تتولي بلديه جي عند خونا سي محمد ما كاينش اللي مزاح انت راهي البلديات انت هذا الطيحان ديال العجولي واش العجولي شوف شوف الفخر تبارك الله كي داير حتى طيب هذا الشيء على الفخر ياك سي محمد هادشي ما تديش الطبل والفران تطيبو هنا الطريقه البلديه ماشي تقريبا تبداو تطيبو فيه ماشي جانت 3 سوايع تاع الفخر بحال باقي خصو شويه التشا سوايع ما نجي من المكونات ديك شويه كبيده شويه الحمه ندير فيها شويه الشحمه والعطريه ديالو خاصها بيان وانا ما سيجي ديك الطحال تاعها تاع عمر تيتخيط تبارك الله واخا الله يزين الصناعه هادشي راه ما ساهلش ديروا فيه واحد النعجه عطريه خاص بكم عطريه خاصه هذيك هي اللمسه اللمسه هذيك هي وحده جدا خويا تدخل القاعد شوف دخل الصحه والراحه المحبين والمتابعين ديالنا اللي تيبغوا هاد القناه العلاج هو الدواء اللي تيضروا ظهور اللي
يعني جميع الامراض ديال فقر الدم والمفاصل والمفاصل والروماتيز والحلاقم كلشي هدواو هدواو هادي بيطه روميه بتولي بلديه بعد قليل ستصبح بلديه معكرطه مروه ما تفرش بطلع بطلت جهنم دابا بطلت جهنم وتعاود تعالج طريف شبعان مرقه وخالطه على من العافيه لا لا هذا الشيء الله تبارك الله خاص محمد بلا نسولوه شحال هاد الخبيزه هادو شحال عادية خبزة 12 درهم 12 درهم بالفرماج ديالها بالمسائل ديالها عادية عاد الفرماج بيت زيت الفرماج بيت زيت البيض بيت زيت البيض شحال تقريبا بالنسبه للمره اللي تتحمات تاكلو هاني لا تاكلو هاني ياك ميد الاول مره الحمله كاع تيجيو ياكلو الا توحمات شي مره ولا شي حاجه تجي بها تجي تاكل تجي تاكل بها لهاد القلي ديالها ما عندها الفاس تاكل اسمع الطفه والحاج الطفه قال لك قال لك اللي ما عندهاش تقيد على القدا تجي تاكل تجي تاكل كاينش المزاح ها هو اللي عنده ياكل اللي ما عنده ياكل كلشي ديال الله وتجي ما كوكات تجي ما كوكات جاوا هادشي طراو قال لك اخويا يلا خاص محمد يلاه صاب لنا شي شويه برا هنا الزربه العباسيه العباسيه هي اللي كاينه ها هي هانا هذه بخاطر المحبين والمتابعين تاع خاطر المطر حقيقي او بلاد المطر مرحبا بالجميع شوف راه احسن محبين ومتابعين وجمهور في المغرب هما اللي تتفرجوا في اكرات المطر ما كاينش نزاع بدون نزاع ما كاينش نزاع وما ننساوش خوتنا الجزائريين خاوه خاوه ما كاينه عداوه جميع العرب اللي تيشاهدونا حنا تهادو دابا هاد العماره راه واعره ولكن الا بغى يدرحها وبغى يسرعها هو هاد الجلده هاد الجلده ديال الطيحان هادي فاش يديرها لك في الخبز حتى بوحدها ومع تبادل باخر صافي هذيك هذيك هو دواء انا تبارك الله خاص ديبو هاد الحال كلشي دواء 30 سنه انا نحج الصطوف وارتع الاب ديالو تبارك الله تبارك الله دابا عندك ساعه قليله اللي تيدو في مراكش هو كان تيدو ما عندي ما ايوا مات الوالد الله يرحمه الله يبارك في امين جميع المسلمين امين تولي لي الحرفه خلي لي الحرفه وانت انت ما فرطتيش انا مشى ما فرط فيها خليتيها انا ان شاء الله غادي نكبر نشرب غادي نخلي الوالد يخلي الولد ديالي العماره هي شنو نعم سيدي راه هي القلب والكبده والحمه والجلده هي هذه هي الجلده ديال الطحان العباسيه خاطر جميع العباسيين اينما وجدوا داخل الوطن خارج الوطن هي بسم الله دواد واه 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 وانا العيله بسم الله وفوق فوق هاد الجليده ها هي الجليده المعلومه واه 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 انا ها هي ها هي متكتكه تحيه للتكتاكي انا خونا التكتاكي انا بامبر التكتاكي وبحميد بحميد واه ومرحبا مرحبا بالجميع اللي عنده اللي ما عنده يجي هنا واش يجي يتعالج سيدي محمد وباسطوف ياكل ويشرب راه الاباطره ديال الطحان كابينه مع كرطه شوف اتاي الشعره شوف الشعره يا مسيو الزعتر البلجي الزعتر البلجي الزعتر ولا الزعتر 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 بلجي بلجي وبديانه وبديانه وتحيه لبديانه انا
والله الا خبزه نغمه ومتوله ومع كرطه لا حقها وطريقه. مرحبا بكم هنا عند البسطوف الزي محمد طويحنا طلع من غومين ومن سومين ومخمخين. جديده يا كل جيش الله ما تضرك بسم الله. في هذا المذاق بحال المذاق ديال الطنجيه، مذاق ديال الطنجيه هو اللي تاكل فيها الطويحنات هادو. احسن طيحان في مراكش. واه تنسافروا على هذا الطيحان باش نجيو ليه. هذا السلام من المازوط تاع البارح اللي جيت وحيد. هذه شهاده حق. ما عندي ما والله تنحييك. الله يستر السي هذا. حول الراحه. دابا مولاي. عطيني عطيني. هاو هاو هاو. انا وكي جاك نعم سيدي هادشي. واه 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 يا سلام الطحان. ها دابا الا تذوق الطحان قلت انت العضه ديال التمساح واش يلاه تذوق الطحان على حق وطريقه. ما عندي ما لا الله يبارك الله على السي محمد السي واحد من غومين ومن سومين. انا باسطو شي كلمه للمحبين والمتابعين جاو لنا. انا سيدي الشعب ديالنا المغاربه ديال الجماعة نعم سيدي الله يحفظك وتنصرك. واتاي نعم سيدي انا باسطو نقدم لكم اتاي. ها هو مرحبا صحور على اليونسي. واه ما نجي ما نقول يا سلام والله العظيم الا الاخر جبنا لهم هذا المول الماكله من قاع الخابيه باسطو في مول الطحان. لا لا ثاني راه شي حاجه راه لا لا شوف جميع الصناعيه والحريفيه ديال مراكش يعرفوه. تبقى الميطر هذه المره جيتيني عند باسطوف كاين تساوي النغمه والتعكريطه هي تشكوك ديال الطيحه. لا لا طبعا ما تمشي يشكوك شي حاجه هيك خذ يشكوك الى الليل هذا راه الاخر هذا هو السطاج الاخر ديال الطيحان. ومرحبا انت واش بتقول للمحبين المتابعين يجوا ياكلوا حتى تحداهم حتى نتحداهم انهم باش يجيو ويذوقوا الطحان ديال باسطو وردوا عنا الخبر. وردوا عنا الخبر في الكومنتيرات. واللي مريض واللي مريض يتداوى واللي مريض يتداوى واللي متتوحم تجي مرحبا بها راه ترحبوا بما هاد الناس هادو. يعني كي قال لك هو المريض اللي كتوحم راه ما يضرهاش هاد الشيء. لا والو بجهد الله بجهد الله دواء هذا دواء هذا دواء ياك سمع سمع وتفطر به تفطر به ما عندي ما نقول. عاود 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 جدي محمد المرأة اللي توحب تفطر به تفطر به ما كاينش مشكل. واحد النصيحة بسيطة للمحبين والمتابعين ديالنا اللي جاو الأكلة ديال الطحان هنا عند باسطوف هنا في الوحدة الرابعة في الدوديات وشربوا هاد الكوكا وكلوا هاد الخبيزة وجاهم حسوا بشوية العطش ما يتسرعوش ويشربوا الماء يصبروا تقريبا واحد جوج دقائق ثلاث دقائق غادي يمشي داك العطش أوتوماتيكمون سبحان الله العظيم باش حتى هاد الأكلة تجي المفعول ديالها وأداءها تيجي المفعول ديالها وتقريبا من بعد نص ساعة نص ساعة الوقت اشرب بنادم كويس الماء ديك الساعه راه هانيه ماشي مشكل. تحيه لكم. هذا هو شارع على الفاسي الا كنتي جاي من بهاد الكاله راه كتخلي دار الضريبه على اليسار تجي من جهه مرجان ديال طريق كازا كتخلي دار الضريبه على اليمين وكتدور ها هو الشارع ها هو تلقى صيدليه اسف بعدا هي صيدليه اسف هي وريها للمحبين ديالنا هي كدور مع الزلقه كتلقى هذه الزلقه اللي تدور معاها كتمشي تقريبا واحد 100 متر ها هو 100 متر صح حفظك والله 100 متر الاخوات فين تلف كاين فين تلف هي 100 متر مع ديك الزنيقه نيشان ما تضر لها كلاك وراه هي البلاكه اللي تبان من هنايا راه هي مصطفى الصحراوي راه هي ولد مصطفى هي هي تبارك الله شحال ديال الكليان تبارك الله عنده شحال ديال يعني راه ما محتاجش الاشهار احنا بغينا نبارطاجيو هاد اللحظات الجميله مع المحبين والمتابعين ديالنا الله يحفظكم.